السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على خطوة رسمية من عوار تؤكد تمثيله المنتخب الوطني الجزائري اللي كنا عارفينها من نهار الأول، عارف باللي عوار غادي يلعب في الجزائر. كان شوف اللعاب هذا يعني كان على بالي علاش ما كاش جاي الجزائر، على ما جاش الجزائر على بالنا كاش تكاين، وغادي الايام تكشف. حنا هضرناها في 2019، ناس عايلونا بهذا، ناس عايلونا بهذا وعايلونا بهذا. حنا ما نسمحش يا ودي، كان لا سمح لسيدي عباس. علاش ولا نهضرو خطرة، ننزلو خطرة، والزوجة نقولو سلام تربحو صايك. هدرنا على هذا باش نروحو لكوب دي موند، ناس عايلونا بهذا. حنا قلنا نجيبو اللعابة مستوى أول باش نروحو لكوب دي موند، يخرجوا ناس يدافعوا على اللي دارو الكونترا مع بلاكار. شي دخلني انا هدرت على لعاب. انا قلت جيبوا لعاب، خاطش على قلت 2019 اللي عطاكم في 2019 ما يمدلكش 2022، خرجت صح. ما كذبناش حنايا، حنا خممنا على ليكيب ناسيونال، ما خممت على حتى واحد. انا المخير فونكو ما على بالي حتى واحد، انا خممت على بلادي، خممت على المنتخب الوطني. نبغي نروح نشوف كوب دي موند، نبغي بلادي، نبغي اعلامي في الكوب دي موند. نحوش انا على فلان منا ولا يعمر السي في تاعو ولا ما على بالي حتى بواحد، خاطش نعرف مكاش اللي راه يصدق عليا، نعرف باللي مكاش اللي يصدق عليا. نوض الصباح نعاود المارشي، نشري زوج صناديق ساردينه، ولا نشري 200 قصبه تاع قصبر، نشري المهم نشري حاجه نعاود نبيعها، نعاود نطلع لدارنا. ما التالي كاع خاص مكاش يصدق عليا، نبغي ليكيب ناسيونال، نبغي فريق وطني، ما التالي ايا ليكيب ناسيونال. حاولش نفهم حاجه وحده اخرى، ما نحاولش نفهم على حاجه وحده اخرى. يعني تقصروا علينا حنا، بنادم يقول لك باللي لعابه منا، راكم تدافعوا. دافعت على الصديق تاعك، دافعت على الصديق تاعك اللي داير كونترا مع بلاكار باش ما نجيبوش لعابه بسعار. وقيل الشهر الجاي ولا في اوت الكونترا ديك تكمل، كي تكمل جوا راه يجو، وتكون كاينه الوفره تاع اللعابه، قائمه معمره، القائمه معمره. والله ما على بالنا، حنا على بالنا باللي غادي يخرجوا ناس كما صاو. ها راه يدور ها في اوروبا عرب، على بالنا هذا الصوالح، على بالنا هذه الشعبوية، على بالنا بها، نعرفوا هذه الشعبوية. وين أكدنا أنه وين أكدنا من السابق باللي عوار خرج الباسبور تاعو قدام الناس يهضروها كاع، خاطش قلت لكم أنتم تكذبونا وتعاودوا تولوا عندنا، تكذبونا وتدوروا وتعاودوا تولوا. بالتالي كاع مكاش اللي يجي يكذب علينا ولا حاجة، صوالح اللي يكون على بالي بهم. والله ما نتصنت الواحد بنادم، ما نتصنتلوش مهما كان القيمة تاعو، ما نتصنت حتى لواحد. كي تكون عندي نقدر بالتليفون نهدر، يعطيني رسمي، ما نسمع كاع، ما نسمعش، نسمع السيد اللي يعطيني الرسمي أنايا. ما التالي كاع الناس تجي هنايا، لي زونترينمو هنا يدو دراهم، لي زونترينمو يدو دراهم، لي زونترينمو ويما كاين غار يدخلو يديهم يجبدو دراهم، ولا جبد دراهم برك. ما نتصنتش انا الوحده اخرى، انا يجي انا كاين اللي استغل العاطفه تاع الشعب الجزائري، وكما صايب كما صار طايحين على الغاشي. انا مانيش كما هذوك العاهرات تاع اليوتيوب، هذوك عاهرات، هذوك عايلو النو، عايلو ام، عايلو عوار، عايلو ايت نوري، عايلو بابا ايت نوري، عايلو الاب تاع ايت نوري، عايلو ولده، عايلو العروسي، عايلو كاع الناس، عايلو كاع الناس.
نتوما اللي كنتو تعايروا فيهم، نتوما تاع تاع نتوما كاين لهنا في الجزائر كاين واحد زوج ولا ثلاثه كانوا يعايروا فيك لاعبين يكسروا ولا يكسروا وطنيه فهنيك. وانتوما العاهره تاع اليوتيوب، انا نقول لكم نهار اللي يجي جاي عوار ارواحوا روحوا قعدوا عند الباب تاع سيدي موسى قولوا له ما تدخلش، شوفوكم قولوا له ما تدخلش. نتوما رجاله ايك، نتوما ايك تاع اليوتيوب ماشي ايك تاع اليوتيوب، شوفوكم كيما واحد قال لي احمد قال لي هذوك هذوك في اليوتيوب واحد زوج ولا مشاو يبانوا باينين، يخزنوا يخزنوا يقعدوا يقارو هذو قاضبين العصام الوسط. الا راكم خازنين باش تشكروا الحاج محمد راوراوا غير خرجوا كيما ذاك الغايطه وهذاك هذاك زازه هذاك بولحيه زازه، انا سميتو زازه خاطر عليه متزوج مع واحد متزوج مع واحد في مدريد، مع راجل متزوج مع راجل في مدريد، راه عنده فاكونس عيط له قال له روح داه راحت عندها هذيك زازه راحت عندها المدريد في مدريد، غادي من بعد يطلق لكم التصاوير من مدريد ولا كي يسمعني نهضر كيما غادي ما يطلقش ويخرج يقول لكم كنت عاي وكانت اخبار وكانت منا وتليفونات ومنا على بالنا. الا راكم تقارعوا للحاج وتخرجوا تلعبوها مع الحاج غير خرجوا من ضروك كي الغايطه كي هذاك زازاكي غير خرجوا من ضروك هضروا للحاج. انا نقول لكم الا راكم تقارعوا تيجي عوار يا ودي غير خرجوا هضروا، عوار راه في الجزائر من التالي كاع نعطيها لكم هذه باش يكون على بالكم. ويكم كما قلنا لكم قبل ان متوسط ميدان نادي اولمبيك ليون الفرنسي حسام عوار تمكن من حصول على جواز سفري الجزائري مقبل، قلت لكم الحمد لله يا ربي دروك حطوها في الشروق يعني حطوها في الشروق. واضافت انه بحصول حسام عوار على جواز سفري الجزائري سيسمح له بتقديم طلب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم من اجل تغيير جنسيته الرياضيه، وهذا من اجل اللعب لصالح الخضر باش يكون على بالكم. راحت هذيك العقليه كيما كانوا يصعبوا لهم، هما كانوا يصعبوا لهم وكي كان يهدر هذا كان يهدر يقول لهم لي بيجي لي بيجي ورقه وستيلو تك 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 ورقه وستيلو لي بيجي يجي وحده لازم لازم تكون عنده عامين كي يكون يحبو يجي سني مع الجزائر باللي يلعب غير شويه ما يديروها لهم كي شويه غير شويه يقولوا لي لي بيجي يلعب بالجزائر يروح يدي مرتو عند جينيكولوك يفوت عليها الى طفل لازم تسنيلو باللي يلعب مع الجزائر هنايا قصروا علينا هنايا قصروا علينا انطلقت. ارسل لك واعطو هنايا وغادي كي تبلاصه السيد الحاج محمد راوراوا والاداره تاعه والاعضاء وكلش بالخف تك 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 بالخف بالخف بعد تبان هذه تاع بلاكار وهذه منها بعد تبان بعد تعرفوها اش كاين بعد تعرفوا بعد تعرفوا اش كاين. وبهذه الخطوة فإنه من المنتظر أن يتواجد حسام عوار في تشكيلة المنتخب الوطني خلال يعني يمكن الشهر سبتمبر يمكن مارس ما نتقلقوش عليه حنايا دروك كي راه كواطو صاي سي بون. والجديد بالذكر ان حسام عوار كان قد شارك في مباراه واحده وديه مع المنتخب الفرنسي امام اوكرانيا قبل ان يخرج من حسابات المدرب ديدي ديشون وين ولاو يعايروا فيه عجوزه عاصمه وعجوزه عاصمه وهمن سبا وهمن سبا وهمن هو ما بغاش يلعب ديك المباراه. ونقول للصحافة تاعنا مالغري الصحافة انتم راكم واعيين وتعرفوا يعني تقصروا دايرين تلبسوا كوستيمات تلبسوا إيه لازم تعرفوا بلي اللاعب هذا ما عندوش مشكل، لعب هذا لعب ماتش اميكال ما ديره ليش كيما الحدادي منير الحدادي ماشي كيف كيف، ما تقولش عنده اشكال ما عنده حتى اشكال، اشكال انتوما اشكال ما هو ما عنده حتى اشكال لعب هذه يمكن
يا كاين يا شو كاين 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 فيها كاين راين اي تنوري ظاهر ايسر تاع نادي بولهامبتون، كاين حمد عبد اللي لعاب الوهار المتنقل الى انجي، ياسين عدلي بوردو المتنقل الى ميلون، حسام عوار لعاب نادي اولمبيك ليون الفرنسي، هادو كاينين وكاين فينيك ان شاء الله بربي كاين لعابه.